وظيفة وأنا بودة. دكتورة أريا. يا دكتور أنا. هرموش غيثا كنضم الاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين. جينا اليوم كنقوموا باعتصام مفتوح لحقاش الوزاره ما غدير معنا حتى حل. كنا كنديروا وقفات سلميه، كنا كنراسلوهم ومازالين تنراسلوهم، ما بغاو يديروا معنا حتى حل. حنا دابا راه دخلنا غندخلوا في اعتصام مفتوح وغنمشيو ما فوق داك الشيء، غنديروا اضراب على الطعام، غندخلوا في اقتحامات، غندخلوا تلقاو معنا حل. بحدو ما قصوش تلقاو معنا حل، حنا راه ما غنمشيوش من هنايا. مازال مغلق، مازال ما كاين حتى حاجه. تيراسلوهم تقريبا كل شهر كل 15 يوم تيحطوا مراسلات، ما كاينش اللي تيهضر معنا نهائيا، ما كاينش اللي بغى يفتح معنا حوار كاع. فوقفنا لحقاش ما لقيناش الحل. صافي ما عينا ما نديروا معاهم السلميين، عنا ما نهضروا سلميين، ما بغاوش يديروا معنا الحل. حنا جالسين هنايا، كاين اللي تيقول كنقصوا نعيدوا هنايا، كاين غاديروا كاع الحلول باش يجلسوا يلقاو معنا حل. والناس المضرين راه كاينين، راه حنا دابا تقريبا 60 واحد، راه كاينين الناس اللي واصلين فاتوا 45 عام اذا نص القانوني ديال الخدمه، راه كاينين الناس اللي مضررين بزاف، كاين حسن العوان اللي ما عندوش اللي ما خدامش، اذا خاصهم يقصوا. تيقول لك لا وخرجوا للمباريات، المباريات راه ما عارفينهم حنا كيفاش يدوزوا، عارفينهم شنو كاين، راه ماشي حل المباريات. ما جينا لهنا حتى ما لقيناش الحل في المباريات. كنطلبوا من السي الوزير يجلس معنا ويلقى معنا حل ويشوف معنا لهذ الفئه هذه شي حل. حنا ما قرينا ودمرنا سنين وسنين في البحث العلمي، حتى عندنا كفاءات وعندنا شواهد وعندنا باش يجلس يدير معنا حل. دكتور يونس، دكتور في العلوم الاقتصاديه منذ سنه 2014، للاسف الشديد تقريبا 8 سنين ونحن نعاني البطاله، نعاني الاقصاء، نعاني الظلم ونعاني الحيف من اجل الحيف بسبب المناصب التحويليه التي اقرها السيد امزازي 2015، والتي اعطى الحق الكبير للدكاتره الموظفين في الوظيفه العموميه. اما الدكاتره الغير موظفين فلا يسالهم الله سبحانه وتعالى. نكرر النزول من اجل المطالبه بالحق في العمل، نطالب من اجل الادماج في الوظيفه في الجامعات المغربيه. للاسف الشديد نجتاز مباريات تعليم عالي ولكن لا يتم اختيارنا. لماذا؟ لا نعرف. لماذا؟ رغم ان ملفاتنا العلميه هي ملفات مهمه، ملفات منتجه وغنيه، ولكن للاسف الشديد هناك ما هناك في تلك المباريات وما يدور في الكواليس، نحن لا علم لنا. كل ما نعلمه هو ما يتم التسريب للصحافة المغربية من أمور لا يتقبلها غير قانونية، يتم من خلالها اختيار الأسماء المحظوظة للحصول على وظيفة أستاذ جامعي. نكرر النزول إلى الشارع من أجل المطالبة، من أجل النضال، إدماج مباشر. نتمنى إدماج أو حل عاجل لهذه القضية التي طولت والتي عمرت كثيرا، عمرت تقريبا 2015 إلى 2023، يعني تقريبا 8 سنين ونحن نعاني الحيف، نعاني من الظلم، نعاني من الإقصاء الممنهج المقنن بسبب المناصب التحويلية التي كانت كارثة علينا والتي دمرت أحلامنا. وشكرا. السلام عليكم، هدى الشاعر عضو في الاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين. مره اخرى كنجيو اليوم امام قبه البرلمان باش نقوموا بواحد الوقفه تذكيريه تنديديه، مطالبين بحل عاجل من الفناء المطلبي. كنستغلوا اليوم ان السيد رئيس الحكومه غادي يقوم تقعدوا جلسه في البرلمان في غادي تطرح فيها مشاكل ديال التعليم العالي. كنتمنوا ان مشكل الدكاتره المعطلين حتى هو يتطرح اليوم امام رئيس الحكومه، لان هذا الملف راه عمر طويلا وهو بس وصمه عار على جبين هذه الحكومه والحكومه الفائته. من العيب والعار ان نجد ان كفاءات المغرب واطول المغرب يناضلون هنا في شوارع الرباط لازيد من 3 سنوات. نحن نعلم الفساد الذي يقع في مباريات توظيف تعليم أساتذة التعليم العالي. نحن كفاءات المغرب نحصلين على شهادة تمنحها الدولة وهي شهادة الدكتوراه، لنا أبحاث علمية ولنا مقالات علمية مفهرسة. كنتمناو من أن الدولة المغربية والحكومة المغربية أنها تلتفت لهذا الملف وأنها تشوف هاد الشباب المغاربة الأكفاء اللي يعني أفنوا شبابهم وأفنوا زهرة عمرهم في البحث العلمي وفي الجامعة المغربية، وفي الأخير كنلقاو راسنا حنا هنايا في الشارع عرضة لانتهاكات الأمن وعرضة للضرب والرفس من طرف الأمن. عيب وعار أن نجد دكاترة مغاربة في شوارع الرباط. محطات المقبلة، حنا دابا حنا علنا على أننا غادي نقوموا بواحد المحطات الصعيدية عبارة عن اعتصامات ومبيت ليلي هنا أمام البرلمان، لأن ضرورة من التصعيد. يعني حنا يحطينا أزيد من 1000 مراسلة في جميع المؤسسات وفي جميع الأحزاب
ولكن ما لقيناش شي رد يعني اللي غادي يشفي غليل ديالنا وغادي يفتح لينا حوارات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.